بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، وأنه كيف جروا تعليقا في مدارسا ومدارسين كتاب رنين اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الصيام درسين كونني درسي لميسو درسي خروان ورقدوبني اكي قبابا يون والقابس فني سنة نبي عليه الصلاة والسلام اكي سين وحيي أدام يسين وحي تاتي أجسين حفظيمتو كربي سبحانه وتعالى إن حفظي سن قديم ربي سبحانه وتعالى دوبا حفظينتي إن حفظي سنة نبي سن عليه الصلاة والسلام إلى قرتيني دورت تا كانت أنا ربي حفظي قالوا لي بعد سؤال يمني قالوا لي أي موتا سني وريت متاكا كيجر ربي سبحانه وتعالى سنة نبي سات حفظي الإمام البخاري والإمام مسلم وري لي وان وين كتاب لمقرت كصحيح البخاري إذن إف كصحيح مسلم إذن بعد سني قالوا لي الإسلام عليني كتابين سلماني زايد عناية خفاك النتيفي تدال زايدة تبافتي كتابين زايدة رخورت كنوع علوغة كتابين سواني كجرى إنه نوعي لنين الجمع بين الصحيحين كتابين أغرتي صحيح مسلم صحيح البخاري في صحيح مسلم اللي والتدرت وانا نفيد وقم برا رجيو كتابين سون كغير يوجن ومخدا وجرو واني كجرى كتابة نوينه يعني الفات ديو كان حروف تقري تا إمام كين أما كتاب سنقر إني خلدان سي إنك استوجه دراسي يعني واني دوق دي سيني شيخ لماني قل ديمتو كوري تسحا كتاب سن مخاروفني كتاب الإمام الدارقطني وانا سيو انا خالدين التتبع والاستقراء ان مقان سن خلدا مقان سحا الالزامات والتتبع الانين الجمع بين الصحيحين كاني يو كان حديثتي امام كي لمان رو الوافق بي اكفلت قولتين دفني كتابين دوغ الرخران كتابين مشهور عليهم كتاب الامام الحميدي كتاب عبد الحق الاشبيلي قالوا لي معاصرين تي قال شكا يحيى اليحيى قال الشنقيطي كمحمد حبيب الله الشنقيطي أيضا زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم كتابين سوى نيكي جرى اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتابين كان أتشجين كتابي كونني أكنو رقدوبني كخالي شيراني محمد فؤاد عبد الباقي طيب مقام كتابة نوي مخا كتاب جن آدماني اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان شوني ما عد انت بدك يسا قباسنين كوفين شوبسن كان ميو في ملاخس ربي سبحانه وتعالى في سورة الرحمن كيستي بدي لماني مينا واندي يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان لؤلؤ في مرجاني وانسون كوفين شوبسني ما داما نور بادياتاني وانسين بيقنين اللؤلؤ والمرجان سلاكي وانو في ملاقصا كزايد ملاقا لؤلؤ إن قرقودا مرجان اللي اندي ديقا يوكان عكسي مرجان دي ديقا لؤلؤ اللي ان قرقودا بدي ثم كيسة ترقان الناني بدي كروفتو جالا مو بدي ميوفتو يوكان بسام مياو اللي كيجرن قالوا لين روال خلافتي منهما ربي ان قدام ماني لناني توكم باناني افعرفتي اللي كيجرتتي وانا سين دليل فتلايمني في سورة فاطر
ربي سبحانه وتعالى جاني بدل ما ردبته وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها تستخرجون حلية تلبسونها بدل ما نمتي يوزن مفسرين تلال توانيتو البحر المالح جليت لكن قالوا لي سلامة قريبانيتو بساميا وفقراولي اللؤلؤ والمرجان كيجرا أما أنتنا اللؤلؤ صناعي لني شينا من أخسن بساميا وكيست سن صناعي الناني ديو وان أرغني لفين أما أمريكا الجنوبية لنتنا كصناعي تيني طبيعي كدوبا قنكم لما فلاني جهة اكتشافا لأن اكتشاف سني نهر الأمازون نهر قلان الأنيني سن كيسا ترغن كسيفو يخرج منهما لچو كيسا قباسا كراوا في مياوال سليني وعلم من أعلام النبوة ودليل من دلائل النبوة نبيين عليه الصلاة والسلام نبيين ليمان الناني ما أنت برسيس أقلول والمرجان لچو كيجرت لولو والمرجان سن دوبة وانو فين شوبسا كزايد خالي كنميت لياچون دندين كزايد چوچولوقا كزايد ملاقا جنة كيسا اللي انجرتين يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير في سورة فاطر في سورة الحج ربي سبحانه وتعالى وانه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساورة فلباسهم فيها حرير تفاتر ثاني تكا وهدوا إلى الطيب من القول يا كاس ولؤلؤا وانو في شوبسا كاسي مدي ورج أنه في شوبس مالي والرولدان المخلدون ربي قدان النير ورج النات شيخ يتول ربي نجة المامان ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا لؤلؤ سيتد لؤلؤ انتنم ولجنا لي ربي سبحانه وتعالى الشيخ ونقم براس لا براقي ولجنا لي وجا ربي سبحانه وتعالى إني أكيك مداغو مساني لؤلؤ في مرجان لله في سورة الرحمن كأنهن الياقوت والمرجان ياقوت اللي وانو في شوبس كاكاسس وولس ملاغو مسيتي فكسين بريدو ياقوت في مرجان سيتي ربي سبحانه وتعالى في سورة الواقعة ربي سبحانه وتعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون أكسفوا ولين جنال ليني ملاقوم تيسي أكس فكات لولو إيف مرجان إيف ياقوت يجول لينا تشكي شخي تتور جناتي أدي يقدل لينو أكسو ور جنال لينو لولو إيف مرجان سنين في شوبس اللولو والمرجان اندوبة أكس يو أكسي مخانكونيني كأكس ملاقسونيني أقوان الإمام البخاري في أحاديثتي الإمام البخاري في الإمام مسلم سيني والوافق مخي سنيني إما لاف مو إما لوف إما لاف أحسن تبارك الله فيك أكاس اللؤلؤ والمرجان شون فيما اتفق عليه الشيخان فيما اتفق عليه الشيخان أحاديثتيني المتفق عليه أنني مصطلح مشهورة كبيرا عند المحدثين يعني حديث يكون متفق عليه يعني وان بانني حديث الإمام البخاري الإمام مسلم سين قباسي كصحابي لساني ليني توكو يعني أبو هريرة را قوري مثلا الإمام البخاري الإمام مسلم أبو هريرة را قوري لفظي في الدقة والخلاف ربين جير ما دام صحابي نتوكتاي حديث وري لمان التولي قليك كتاب ساني كيسا قباسي كدوب راوين ليني كالصحابي توكو سنين مالنا المتفق عليه ده مصطلح محدثين تي أكس كعامة الإمام البغوي كتاب زكاة لني شرح السنة إني
مصطلح قف عقب وانا له متفق عليه يوتا سحابين تكانتين ما دام لفظين تكانت يقال نولت دياته متفق عليه جمع يجي ورلا ما متني الرول يقال لكن إنم متفق عليه كنني متفق عليه على متنه بانا إليه مصطلح سنقة الإمام البغوي في شرح السنة. الإمام المجد عبد السلام بن تيمية أكاكون شيخ الإسلام بن تيمية ليني كتاب زخيرين المنتقى المنتقاني كتاب أحاديثتي أحكامتي إنك هستي لقورك بلوغ المرامك عمدة الأحكام أكا المحرر حديث الأحكام لنين بيكن كتاب سنين اللي مصطلح قفاك يسقط المنتقى زايد بيكني نيل اللوطار كتاب سنين شرحا إني وانين متفق عليه واندو بخاري في مسلم شاء الله مبانو بخاري في مسلم في إمام أحمد بانه يوكز إن اللي ما متفق عليه نساء قفا مصطلح خاصة غبيتو متفق عليه دوب كاس متفق عليه انتو دوب حديث تيني علماء الإسلام متفق عليه يتي أحاديثتي صحيحة تير صحيحة يعني يو حديثي صحيح حجر حديث صحيح جون حديث شردي الشن كيسا ترقان أغا ورقا وريسين عدول تاتو أقضبتي نساني إني كاملتو اتصال السند كان قطاعي كيسنجر السلامة من العلة والسلامة من الشذوذ تعريف الحديث صحيح بيتا حديث صحيح كاسسني كلام بوني متفق عليه البخاري ومسلم يعني جمع الأخصاني رتو من أخصاني في نمبر 1 تري بكة ترباتين جيت خالوني نمبر 1 متفق عليه البخاري ومسلم نمبر 2 من فرد به البخاري نمبر 3 من فرد به مسلم نمبر 4 ما كان على شرطهما شرطهما يتشوني شرطي والراي رد شرطي والله والراي يتشوني رجالهما بانمو شرودي يوسينا الرجالي ك يعني بخاري ومسلم انتين لك هكي ثاني من حيث الضبط والعداله خلافك يجر رجالهما عيدته يعني ما اتفق عليهما من فرد به البخاري من فرد به مسلم ما كان على شرطهما ما كان على شرط البخاري شانيسون رجال بخاري سند كسك حديث من قباس يوفي الامام البخاري قد انباسني رتبه شانيسون رتمان جايسون من فرد به مسلم ما كان على شرط مسلم عفوا على شرطه على رجال مسلم كتربيسو قالوا لي حديث قوري تلي يوفيت رجال البخاري انتين يوفيت رجال مسلم انتين أمو حديث صحيحة كقالوا لي نقول قدون أك إمام البخاري فان أك إمام مسلم فاني إسين صحيح تجد رجال ساني رجال ورسوني اللي يوفيت انتين الإمام من خزيمة فا الإمام من حبان فا الحاكم فا وهكذا رتبة ترباني نمبوني مانن أحاديثي الإمام البخاري الإمام مسلم سيني الروى الوافق طيب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الشيخان ما بان شيخ الشيخان قالوا لي لما نجو مثلا ناف شيخ هذاني الشيخان يجون دندي ترجعوا يني درجة سنجيد كسيبتي الشيخانيني عند المحدثين الإمام البخاري في مسلم بانا يعني كتاب حديثة تخرج وكان مصطلح تانان شروحات الحديث تانان رواه الشيخان يولن إنه فين بانا الإمام البخاري في الإمام مسلم الإمام البخاري مخاني سينه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم مخال الإمام البخاري بيتني يوم كسي دوما وآخر يوم بيقر قرياه ملي قرنا قم وآخر يوم جرتا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أنت در ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري الإمام مسلم اللي مخاصة مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن الحسين القشيري النيسابوري إمام البخاري قال نبلا ما فيه شنتمي جهدوي يجري الإمام مسلم دبلا ما بجهته بتقدي الشيخاني قالوا رسول الله مان أجا محدثين تبرجن طيب في كتب السير في كتب السيرة يو كان في كتب العقيدة أجا تخرج جرتو
الشيخان يودني إني بانا أبو بكر بن عمر رضي الله عنهما. طيب مصطلحاتك اتبرت شيخاني كتب السيرة في كتب العقيدة كيسا قالوا لي قرقدو لقمان قالوا بانا الإمامان أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. عند الفقهاء كتب الفقه جاء تخرج وجرتو أبو بكر اللي أبو بكر وعمر اللي بانا بخاري ومسلم اللي بانا حتى كتبتي مذاهبتي كيسا الشيخاني شفتو كمبانا عند الأحناف حنفياني شيخاني وسنة الإمام أبو حنيفة في الإمام أبو يوسف القاضي بانت الشيخاني يعني في كتب الأحناف كتب الفروع أبو حنيفة في وأنك يوسن القرآن امتعان الجربيك يوسن القرآن نسان قافل الشيخان عند الأحناف المراد بهما الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف القاضي. عند المالكية أغا نرجع خلافة كيجرة أمو كي مشهور ابن أبي زيد القيرواني في علي القابسي خالي شرنين. طيب ورقر اللي والدتو عبد الوهاب نصر المالكي في خالي جساء بن القصار لكن كدراس انت أشهر. عند شافعية سان شافعية مدي إنو فينو الشيخان يولن ها الإمام الرافعي والإمام النووي رحمة الله عليهما. عند الحنابلة الموفق في المجد بانا الموفق صاحب المغني موفق الدين عبد المقدسي صاحب المغني إيفي قال شروف وقدمني أكاكو ابن تيمية عبد السلام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الحراني. طيب عند الفقهاء مذاهب أفران كاس فني دبينا نرجع إن كستوان النباتيني قراء الإمام حمزة الزياتي في أبو علي الكسائيات. طيب في علم الأدب وأنا تلصمعي البصري في قال لي شرنيني الضبي المفضل الضبي الكوفي الشيخان حتى مصطلح رواه الشيخان استعمالت كتابين قال لي ما كيف ترك يعني ميدا شعرك اللي أكو مام حديثي وريان كان ورياني ها متفق عليه لينت متفق عليه دو كتاب الأدب كيف تقريته متفق عليه بخاري ومسلم سين متفق عليه ناس معيفي الضبي بانا وهكذا أصوليين تليني وأنا سيد أبو إسحاق الشيرازي في قال شغلي بك عبد العزيز البخاري لأن على كل حال الشيخان نرمتنا قالوا لي قرقد الأمام بانا الإمام البخاري إيفي الإمام مسلم كتابين ثاني اللي لا قديم المخاساني إيد قديمنا. طيب يونو أربيجي إنه لا رد أبدا سي مقدمة كسبان كتاب سي إنه ها كتابة سينو. طيب كتابة جاء أثو سيني خرا اللؤلؤ والمرجان كوني نخالي شكونيني كتاب كان قدوم فولي أحاديثي إمام بخاري تيف أحاديثي إمام مسلم والتي قدره طريقة أني استعمال ماني وسا مقدمة ساخرية تاني مقدمة ساكي ستيم وسدي استعمال وسدي والتين لف جهودي قالوا لي سدي والتين لف خالي شكونين تبويبي كتابة كتاب الصيام كون أما كالإمام مسلم رحمة الله عليه ترتيب اللي نكسر الرديم مقدمة من كتاب الإيمان رب الله كتاب التفسير للتوباس صحيح مسلم اللي نكسر ترتيبه سا. طيب باب كينا من باب فضل شهر رمضان يكونني كينو صحيح مسلم النبي باب كي تمر أخص إن دمي تبويبي الإمام النووي إمام مسلمي كتابين من تبويبي كيساتي متي كتاب الإيمان ده أحاديث إيمان كي شوف لا تقول سيقول أمو أني نيدا ساتيني باب إن الملي أحاديث كمو أكسي والفكاتو ما تا والتانس الإمام مسلم رحمة الله عليه بخلاف الإمام البخاري الإمام البخاري كيرا كان فقه البخاري في تراجمه يرا كان لا توريرا حديثه قرقر كوكوتن كوتي
وندل الفتوف بابكي ندل الفتي توريرا بكا قالوا لي كتاب الرخورتت من المنير سيا المتواري على أبواب البخاري رأيين كتابي سا. طيب دوب ترتيبي كتابيني كينو كلمة مسلم كالباب كأبوابه الباب بيننا أفان كنا تبويبي وتبويبي أفان قبل ورب أفان دستانو كننا باب كيلين وباب كيلين كيساسون كلمامو النووي في صحيح مسلم لفظين حديثة ليني كلمامو البخاري لفظي لنا موان كنت شوف كيسا قرأ قبل كنت شفتي لفظي ما مسلمي ميدي لفظي إمام البخاري أموان اللي خالتي إمام البخاري أكلا لي كان غفورا تشوفه لفظي بيت لفظي إمام مسلمي رتلياته سون غفورا دين وانسا شوف مقدمة كيسا تميوه كاسي جهودي قالوا لي سدي والتنودر كتابي كتابين مخالين كتابيني كتاب الإيمان كتاب الصيام سنني كإمام مسلم البابين ليني باب كيلين ليني كإمام النووي الفادي لينو تال إمام مسلم رحمة الله عليه ونين نكستو شيف ليني قالوا لي ونسيت ولي قالين سخبدو يعني الإمام البخاريني قرقرت صحة الحديث إسان نمبر وان إمام البخاري تي الرجر إمام مسلم أفهمتني بدي وجروف ويموجر كان ماني ووري لماني تولي قال نمبر تو ماني وان إمام البخاري قفا قباس إمام مسلم نمبر تري أكاس يعني وري لجو شرودي شنان حديث صحيحة إلا التي لكن وان قطق والدبرت فلا قرت اتسالوا السنة دلني أغا خالي شافو يعني سند كين كنا جيني حرير تو كاني كنت عن قبل خالي شافي أردي جين ساق سيني ولا قرتي ولا لقيت فلان سوني إمام مسلمي شردي نساء يل انجرو أمو كإمام البخاري قبجر إمام مسلمي وني نشرديو وأنا لين إمكان اللقيا أجا خالي شافي استودنت يو كان أردي جين نساء سين ولا رجودن ديت مثلاً قاف سوني وقت سوني خالي تشليني ورسلي سوا أردي قيلين ورسلي ولا رقون دندتي ورسوني ولا رقون دندتي أقسم إمام البخاري لما كسيمي أقسم ولا قرت أقسم ما أنتات ولا قرت لا ولا قرت سمعت حدثنا أقنيل أفهمتني بدي أقسم في ذوبة دور مرسان جانب سون لكن إمام مسلمين لين قرني دوران جرو جر ولذلك قالوا ليني وانتو تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم مسلم اللي نقرتي يو إمام البخاري أني صحة زايدة فرده إمام مسلم اللي ما فرده تنظيمه ترتيبه حديث فرده قولتين لفن تأكد أن سام اللي تدقيق التوشن سنين بردبري أكسيت غالو لين مركا خالي شي حديثكم تكو أولي بسا غاليف جها كخالو لين لما أنقر قدون سنين تولي قلتي أرمتي والتنو قدر كتاب الصيام أخيرا لقا قين كتاب الصيام أكسنا رقو جرتانيتي كتاب كلا نسا ديسو باب فضل شهر رمضان باب فضل شهر رمضان باب كيسون كينو إن رجع فرد الإمام النووي كسر نامي تروفو كتاب اللي الإمام مسلم رجع فرد لفظ حديثة الإمام البخاري رجع فرد وأنا لحديث أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين دوبان الذي أخرجه البخاري في كتاب سدوميسو كتاب الصوم باب كيشانيسو باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان كتاب الصيام كتاب كونيني كتاب صومة
يعني وان صومت تعلقا كأحكامتي كآدابتي كالردبت باب ايشو دانديت يو كان إذا فتجت باب فضل شهر رمضان ايشو دانديت باب كين كنيني ونين ردبت فضل جسومة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال وانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ربي قد وانه إذا وجد خلق السين شهر رمضان جي رمضان وجد السينه فتحت تنبنا للنبي عليه الصلاة والسلام أبواب السماء البابين إركين بنا وغلقت إن دانلا أبواب جهنم البابين جهنم لين دانلا وسلسلت إن سلسلين يرورون إلى لنا الشياطين شياطين تيل. طيب كتاب الصيام صوم يشون ماني صوم يشون أفا عربتي تيني قالوا لي والدتو الإمساك أقت ويا لباتو أقتني ويا لباتو يو أنا مدبي على بي إيشو دنديتن صام محمود يوان ديما يا لبي اكاسي يوان سغلي يا لبي اكاسي وانا تروف دور تغتك هاتنتان سنيني صوم انا بعرف دين في سوره مريم قال نبي الله عيسى عليه السلام وجربين قد نبي الله عيسى كنفي يسيدير سن قمنسين قلتي كيسين زي وريرتي ربي مالني فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما صوما من بانا فلن أكلم اليوم إنسيا الرب قد وانا نذري في وانا لني وانا ثتو الرب قد وانا نذري في صوما أغن دبا كان دبين رفضو هيا نمت كل دبا ديو انت المان دي سخبت ولهم ما ديرسن قبت انت الدنساتي ما دبين جرت إني نذرت الرحمن صوما يا كسي صوم إيشو ماني بدلالة الآية إمساك سؤال توك سنقافة أرى إنما ندبتين إلاني أما اللي فقولين كم إيه قولين دبي مدي ندبتين لأنما اللي كم دبت قالوا لي وانتو الإمام ابن كثير رحمه الله ترجعها فقولين دبدي مدي إشارة نقرسيس مثلا لكن مدودا كان قولين إشارات استعمالاني الليني قول استعمالاني إشارة باناني الليني أفا عربتي كي جرتي وانا سيحديث حديث تقوي ويتك الوفو جراتي حديث كين كتاب كين كان كيس حديث سين بيكو لكن حديثي مشهورة كيسا خابتشو انديتني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ويا اني اغرت جنابان تبوت كتاب فقيدي في حديثه شوف لك اذا تقريبا ثانيه ان دوبا حكم بسان قب حكم تيم من بيكا اما كتيم متما ان بيكا ما انت اكريكا ما انت قال ان قالت يدو فينا نبي تيم عليه الصلاه والسلام ان نبي ما لدين انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ان تقول ارقي افان قبا أن تقول أجو أجا تكسي تجو أكسي فقوليني إشارة بانا مالي دبين بانا أكسي فو واني ما نسينا دا تعارض كي دجرة انجر تجو. طيب صومي أجو أكسي فعربتي ديني الإمساك أرمت اللي لك يسترقي سيامر قوت انجرو إن شاء الله تعالى وجنوى قيني إربانا يا ربي لجسوني تنبيه نبي بإذن الله تبارك وتعالى. طيب أفان عربتي تينا كالصومي أفان عربتي اللي زي كيجرت قال جدا كواني للنبي قد ذبياني لنيني خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج يعني إنسان بيت تلمانتي فردين تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع خيل صيام خيل صيام فردقري صوم خباني يعني أفاني داتي ومنياتومي
ألكين دو دجو يوكان إن دواقت يمسكون عن الحركة وعن السير وعن الصهيل وهكذا اصطلاحاً يوكان شرعاً سو مجوني أغا نمي سلاما أفاني داتو وانرا سغالي وانيا تنفوان دوغانيفي وانما فرسيسا شوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله أغا نمي سلاما إني الرفلو كيني ألبو وانيا تنف وان دوغانيف شهواف وان كمو كانما فرسيسا guyale ji ramadana oje fajar kin ga dala tira billahi kayni fajar kin ga fajar ke kam na fan kenan bari kase baka dun ditut tamam isana malle ujedidi nisa agni rabaa budu nam gariti guya ka mil sagale nyaane miti mani finya yo lalin walalo dieni kana ajisa lafke jira دوبا غركن فر ابو سفير سوما سوم شرعي تيمت التعبد لله وفخلي سفير اسكي سدي سفور في دوب فخلي شيخ اجر كي سيده من انه نبو كنا فخلي سفير يجي ني يصير عباده انت يو كان نقدري تفخلي سدين ايوا تقلني اتقتري على دي تي بس سو يو ني ني فدين كاين ربي دي اني عباده انت ني سوم عباداتي من سوم شرعي تيمت يوكان فلتو كيزتي دا خبايو بيسال لي اركان خبان وني دو غلين نجرتو سون قبدا جركي سيدي مناني يوني ني يفدين يو تعبد لله اقيما لذلك شيخ ومشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زايد ججبيس تعريفتي سايو سلالتني يعني تعريفتي سايو سلالتني جاني تعريفيو يوني وضوء تعريفي يوني صلاه تعريفي يوني صوم تعريفي زايد التعبد لله ريتي ديفيس زايد مهم لي شرع عنده مكاس كتاب الصيام لكاس طيب صوم كنا يوم واجب تشان خرط يوم واجب تشان انت حكمي لسخر ما صومي حكمي لسان وقد فجرات باب كلام يسو وجوب صوم رمضان يوم واجب تشان قالوا لي الاسلام وانا سيت ولي قال لي سخبدو اق واجب تشني جن لميسو كهجره نبي عليه الصلاه والسلام جي شعبانه جن لميسو هجره نبي عليه الصلاه والسلام جي شعبانه في السنه الثانيه من الهجره في شهر شعبان يوكسي مدينه جن النبي عليه الصلاه والسلام جن كنا نستديه كاني مكه تاي صوم انجر صومي واجبا كجي رمضان انجر قال نسوم فرات كده كان يو كاسي نبي عليه الصلاه والسلام صوم غم صوم نبي عليه الصلاه والسلام اي مكه تاي مدينه دي كان نقول سيدي كان نبي مكه تاي صوم انجر مدينه فرات كان جزاك الله خير يو كاسي نبي يو كان لما يسو عليه الصلاه والسلام صوم واجب تو كاني كان غم صوم كان سغل نبي كان نقول تو كيسو دو ميدي قلنا لميسو سديسو أفريسو شانيسو جهيسو تربيسو سديديسو سقليسو كلانيسو أقام سقل قلنا كلانيسو توكيسو نبي عليه السلام في ربيع الأول دي عليه الصلاة والسلام طيب أكم نصومو جركان كجويسو الدوما يخام قيادي قدامي سقليسو ومن كان أجا ربي قدام واجب تشيو كاسم صوماني يو أكي سنبيك تانيتي من خصائص الشريعة الإسلامية التدرج في التشريع شرع الإسلام والنبي كنيني سمات سي كايسين خاصة قفان تات وني كجرا التدرج ورون كفار مدي وري قافس بيت النبي هسا قباس قريشي في عربتيني كفار سقليلين بيتني لبون نماز يالات ويو مكان الإسلام النبي دين قبود يوسف ما يد النبي قري ويزي ما أنت يستين دي جبات دوبا شرع الإسلام كنت تدرج لأن وان كلات تدرجات لا تقول لي عبادة لك هجرت معاملة لك هجرت وان شرعين رنام رو لك هجرت مثلا خمري أشهر مثال خمري قجم قرا حرام من النجار ربي سبحانه وتعالى ترتيبتي جهاد اللي ركس ودين للذين يقاتلون بأنهم ظلم بيك ور ليس ظلم يعني بيك قاف خرام مو كفوا أيديكم لأن أولكي على بعض
المان دو قاكم قرآن كأخريت كان نور الورتان يو أولكي على بها جهاد أبيك إيجي نما ليلان أملال ورد الميني لا إدمني في ربي سبحانه وتعالى أكسين تغالبت دي رفرة روة نم إسان قدر ريسة تفرة روة أما لا تعتدوا أوف وفني ميشو ما لنا فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدت لهم كفارا فلا تقدر تنكوتوا شعرا إيسا قبل الله لا نوما كاس صلاة دين لنا كاس يتخالوا لين قاف غرقوا من ليلة إلا قليلا صلاة دين تنين يعني قبل الإسراء والمعراج وإن كان في خلاف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل دولا دلنين واجبة سل لي خفيفياني أكا عائشة نتو ركع على ملام جالا نمر فرد إيجي صلاة دين ترى قدوف تشنان تنين طيب سومدو مراحل شير قبائي مرحلة قالوا لي روى الخلافة قبدي إن شاء الله تعالى تفاصيل شي سي يا رب إنه قدوف جراتي وجاء خالجين ردبته صوم عاشوراء صوم عاشوراني واجب مو دران أكسومي رمضان نوفين مو سنة وجسون ردبان لكن قالوا لنقري مرحلة قراء مرحلة نبي عليه الصلاة والسلام واجب التوچاني في مسلمين تي أكسين قوية سيدي جيكا مو سومتي يوم عاشوراء اللي سومتي الإمام بن كثير رحمه الله تعالى كثير كيف قالوا لين لوك دي مرحلة لما يسو سو ممكن كان أمو عزيمامتي اختيار عزيمامتي اختيار يشوما لم يفر الليل صومو كفر الليل مات هين صومني وراكي يهجر أيام معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم لم يفر صومو لم يفر الليل أفروا لم يفر مومان سقال في ديابازو أمو أجسن صوم تنتر تنسي ربي سبحانه وتعالى مرحلة لما يسو أنت صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أكسي فون يفر الليل صوم كفر الليل نفر كفر الليل أفر مومان أنت سقال باس في دياء مرحلة الاختيار الأنين مرحلة لما يسو مرحلة سديسو يوكان تربي سبحانه وتعالى إنيه فمن شهد منكم الشهر فليصمه خيارين جرم إيجئت جرم ذانك جيتيو كاتغرت وكان وري بريان كيتيك سوين جرر جي أقد ماتات أقد صومت خياري كان انجر كسقالي باس يفرع على بايدا يوان كسي مرحلة قراء تخلافي كي جرو جيكا ممرو سدي يقويا سدي في يوم عاشوراء مرحلة ميسو مرحلة اختيارية مرحلة سديسو مرحلة العزيمة كنم عذر دار قب ملئ نمي ايجي اني مسلمتي اني على بوي دندين كتب عليكم الصيام إيه. طيب مرحلة العزيمة اتي قالوا لني نم عذر دار كي قب جلا اجني قال لك يسو اقول انيف اجر خلدي رفد امو الرافراني عذر دار كي ساتي الى قبل عذر دار كين دوب كو جملة سيني فهي قد نوغا لفتي قالوا لي وانا تسقلت عذر دار كين اقام كسوما كان ميسوم لكيسو في دندو كو جملة أفر وولي خاص وولي درسي كان شخفشو جردي جردي أفر إساني خاص شان اللي دير أفر وولي والتقبت ولي جرد وان كان إساني حفا دي تنفراني بيك يقر إسان قافتاني بيتر لك وطاب اللول والمرجاني مسايس اكسي شخفت الشيخ عذر دار كين سوم لكيسو في دندير اقام دوب يوات مثلا وقت لي بامتي اجم تان فولا وجي فولا نوب اكوار مو يالبان وفي كيسة قال لقصي فولا نوب شيخ عذر دار كين سوم لكيسو في دندير ساقا لدي افر وولي شال لدي راف وولي ولي انجر يواتي تيو كان الافر بوستي يواتا مارو متيتين كي غيطو كي يوار ميا اللي دوب على دياتي قطري يا شيخي شيخ عبد الرشيد قطري افران وولي خاصك عذر دار كيني حيتكي نفاسا حمل رضاع ونمدي ركع عيد كي تبون جرا قال له قال تشاو قال مالو سوسو افرانسون وولي خاص وسيسا قال تشا ديغ دالماتي ديغادا طيب شنان وولي في جرتي تكتكا وانا تقالوا لي المرض فيدب تمام والسفر سفري
هي سفري بقول لي اللي ياتي متي جرتي لي ياد بقول لي في يدك جرتي لي في يدك ها المرض والسفر تسديسو الهرم يارم بقول لي يارتو جرتي لي ليار نام ديرا كيو كان كوو كيار كسو من دندي كافريسو الاكراه قصبة مستولا ما تعرف كايا وانا صوم قبضت كل كسيو اتين امان تنصوم بدل لك زين قال انسان كان يدغيني بس قاعد ابا جهانو سي قال لك كم تات مثال قرقري اللي بينجر في عده من ايام الاخرى كراهه لنين ها بدل الدود يدود ما صوم ثلاث دود ايو هم كراهيه كاس يعني واني لبود تختري كيكا يا غرتي كلبود تديب كنت تيفدا كيو كان لبو يسدوا دين اسلانا من سماتها وخصائصها اليسر والتيسير ما جعل عليكم في الدين من حرج حتى كفر نمدي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في سورة النحل قالوا لني وانتو قاعدة امتي وانتو وان كمو كلبو تتخطرك كايدا ديا اكسين دوتو كيسين اتلافيمت كيسين بلدو كاتي سيدابدو لبو تتنبدو عباده حتى يوسن عبادتها تلي انجرتت الا الجهاد في سبيل الله ها جهاد وني دو دني في قد دوتش هذا قدومتي يا دوب لم تكن شيخ جهاد تي نخص به يو جهاد اللي دواني دوب كم تعمد جهاد تي دوت فلاني كشهادار قد ما ناني وجع عبادان وجع سر دبتني وفشلا لكن جهادي ومد اسلام اشوف في دينا سيت الى لي الله مرحله كامل دوب يعني وقال حاله كامل طيب المرض والسفر والهرم والإكراه تشانيسو قالوا لي وانتو دي بغرت الزايدة كان محملون دندين كإرة تتير رجرة كبيلاف نيبور رضالتي سن معذور يعني نم بيلوبسون دندين لكم لأني فانكينا دافنا نفلوغي مدي قريري نفاورمو يالي سيات ما انتهت سلدي سامتي الباديس ها الباديس الباديس نمو نمو الباديساتي سوم بالله ويا فستي خاني برن يو سين دهور كيتيو على دي سقطري حاجي ما دبچو ددو تعبان نمسوني يو سي صداتنا كي سين دي زايده تيفتو معذور اينفور يو كان فيدا بي يو كان دو نبي بيلاري دون جرا انجر يو كسي يعني مرحله لما يسوت انا مرحله العزيمه مرحله الاختيار تامله مرحله العزيمه انا نمي عذر دارس سقلان قبل كافر ولي خاصه كشان اللي ولي في جرتي ولي انجرتو سو ممكن تقول لي فوق قال لك ايش عندنا داو يوني قال لك سين غافتان عذر دار كان رلالا يوني قبل يعني ابالكي سمريان أبالك إستوان تاو دندو يوني منكرتا كأني دي دي واني سومي لانك واجبات ونجرتت كأني نم إسلام وكلا في إسلامك يجرو إن كفار يوكا اللي أحكام تدبي فلا تفاسي شيسي فلا دبي إن شاء الله تعالى ردبا كتاب الصيام ينكس يوكاسي سومي ما نفع ربتي دي ففاني شرعية الليل يوم واجبيا مراحل شاقم قبي مرحلة عزيمة وجاني قاية نم إسلاما قلني لك يسو إنو قولانيف إنو قولانيف نم وساق الخب ملي طيب باب فضل شهر رمضان كتاب الصيام لك سقبان باب فضل شهر رمضان شهر رمضان سني أكا قرت الإمام البخاري إني بابي فتي يلتلال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان جي رمضان رمضان چلے چودن دانی مو اگلازی مجی رمضان ہے شهر رمضان قالو اسلام تگری وانے تو رمضان چلے چودن دانیت لازم اگتنی شهر رمضان ہے جی رمضان اتت یو ات رمضان چلے تے مکروہت ماری مکروہ ولا لیالو ونین مکروہاتی فی وانے تو رمضان مخرب گدایت من سنی دلیل نہ حدیث تو دلیل فت ها نبي والدي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا رمضان رمضان إن لنا قفا
ما نناني فإن رمضان اسم من أسماء الله ما خا مخالي ربي تنتكا قالوا لي سندوبة حديث ولا عسكته رمضان شاء الله يكون ده يعني مكروه هاد قول كي لما يسو قالوا لي عندي بيوانته رمضان يكون ده يعني لكن أجا قرينان برجرتت واني أغر سيسا أغت مخرب بقدام بان مثلا أكمت صمنا رمضان ايت مثلا جي رمضان صوم مخرب بقدام اني أجا سيسا إنسياتني لكن يجا رمضان ويتو يو كانوا يحبوا رمضان يوتيتو دخل رمضان فعلا مثلا في ليلة القدر ليلة القدر في رمضان ليلة القدر يعني رمضان كيجرت يو قرينان أجر سيف أجت مخرب قدام بان سينجراتي إيشون دانيت يو كان مو مكروهت قالوا لي سدي سوالتو يعني وريش قال كان إيشو جرقنا مخرب بنامين سين قالوا لي سدي سوالتو مطلقا رمضان يجوندنا رمضان يجوند شهر رمضان اللي يجوند ما أنت سني دليل نبي قيتو عليه الصلاة والسلام أم حديث كين كان يولاد إذا دخل شهر رمضان نخرة غبا حاشية وسلالتني شهروني ليس في صحيح مسلم رواية صحيح مسلم شهر كيس جرت إذا دخل رمضان حديث تلوك نبي قلو فجرات كان نبينا كسد عليه الصلاة والسلام مثلا الله الحديث كان نبي قيوان عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن أحدكم رمضان شهر كيس انجرت وهكذا يعني النبي قيت عليه الصلاة والسلام استعمالت مخصون رمضان شاء الله كشهر برنجر طيب حديث كان كم تجته كأسحابتين دليل ورغم دليل فتو ورغم مكروه حديث ضعيفة رمضان ما خرب بيتي متيوية حديثي سندلي فتلين ضعيف أما اللي مخالي ربي قد مخالي دنسون كيد دبرز زايد دنسا ولله الأسماء الحسنى رمضاني يوم ما خذن سات إلا ما خذن ساتي متت لازم أجيني معنا في يعني صفة فوان كان قرسيس ولذلك قالوا لي ندي دو أجا الدهروني ما خرب بيقول ده قاعدة سند للفت أسماء الله حسنات على كل حال أكى صحيحة رمضان اللي يجون داني قرينان جرت مجرات شو لباتمو شهر رمضان اللي يجون داني طيب باب فضل شهر رمضان نبي نوال عليه الصلاة والسلام أججي رمضان قسيني الباب بيني إركي بناني يا كسي أجي سمان نوغر سيفت أك إركيني الباب بين قبض كسي مدي إركينو ينقر ربيتا نخني لكن أجيسين الباب قبضو ربي قدان نتيم سبحانه وتعالى نبي قيسان نتيم عليه الصلاة والسلام أما أنت وان قبائي بيكتو واني بيت الدنيا تيوى رب نمي عمرين يسالي راتماني تقرين عمرين كاكالي راتماني له وما مقصوم كي نامي ايه ما مقصد كسي خلداني قال الله لسي قرسيسي قال الكريم قويا والبرشي افتاني ميتر ولا لا غير حمري تكسي العمري قاقون ايه رادو قيل للا يوكتو سايد وريبي تقال انخبو ان عندهم ديمتو كين قال له جيرجينا كانوا مات برارو ولي عمرين كديلات قال ان غري سي يغرين كمان غرين الكريم قال ولين جردي دو بني ابكي الدنيا ترى ورتكو قبي كما كان الاسلام مديمتو كفار بيت دي بيون قبو ليس بعد الكفر ذنبني والني سماواتي رنيون جرتت سبحان الله رجع سماواتي قدوتو ما يو سماواتي متفونكني ني وني سماوات يعني كجرمي خبا كيعني إجارة خبا إجرت السماوات السبعون تن إجرت ونكم ما كربين نوتي من القرآن كسر نوتي من واربو جركون ونكم إني غازات في هوديت لفكي سبان فضاف هواء ملي وني سماوات يعني نون جرت ورسوني فلاتي إنه ورسير قوي نما مو ما كان عربتي كفا عربتي بيك كورسون لقيسو لوجي فتى قول ديم وري خان لوجي فتى أم قرآن كي قديبي قرآن كي تيسوى إنك يجري يوم النطوي السماء كطية سجل للكتب سماواتي وأن جرمي قباتي يومتي وأن قرادي قباتي متى كمل الله بان ويمسك السماء أن تقع على الأرض حمد السماء سوداتني ونجراتون جرتوا ما سوداتني ليه نور قديبي وأن شوف دوبين أرجعني عمري أكليرة تيجون أكاس سماعي نجرتي ربي النتيم سبحانه وتعالى أما ليه البابين قبل
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. ها في سورة القمر نبي الله نوح جاك فارغان دي ورساني دي بين عباد ربي قدات عباد رب مال، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتحت أبواب السماء سماي إركي الباب بينسي إركي بنان النبي عليه الصلاة والسلام يكسي إركيني الباب قبل في حديث الإسراء والمعراج النبي عليه الصلاة والسلام الباب كمو سماي كمو جان نقدفو إن دانا إنه جبريل إنه سيول إنجيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام لفسحان يقين نقدف إيه إن بنان إن دبر تلم بيسو بكا تثور بيسو كسيم يكسي أبواب السماء نجرت. طيب فلان أبواب السماء التنى رواية لندبي وانتو أبواب الجنة، رواية لندبي وانتو أبواب الرحمة. قالوا لنا الإسلام أكمل والوافة جانت وانتو أبواب السماء إني سحامتي.